مرحبا. اهلا. عندك قهوة؟ اكيد. شو رايك اشد لك؟ اعطينا فنجان من المعروف. فنجان قهوة؟ ايه مر. هي بدك هاي ولا هاي؟ صغير. اوكي. مر؟ مر. هاي ساعة بيمرق الترام من هون. اي ترام؟ ايه؟ اي ترام؟ بدي اروح على شغلي. ترام؟ نعم؟ عم تمزح؟ لا والله. اي ترام بيمرق من هون؟ ما بيمرق، ما بيقطع الترام من هون؟ بص ممنوع تمرق من هون. ليه؟ شو كيف ليه؟ حق مصاري. ايه بل 250. ايه. اي ساعه بيقطع الترين من هون؟ شو قصدك انت؟ شو؟ عم بقلك ما بيمرق ترين من هون. ما بيمرق ترين من هون؟ شو قصدك؟ قالوا لي بيقطع من هون 7 الا 3. عم تمزح معي؟ لا والله. حابب تنكت؟ مش حابب امزح. عم تنكت يعني؟ لا يا حبيبتي، لا بدي انكت. اي ترين بيمرق من هون؟ شو؟ نحن بالاشرفيه حبيبي. ايه وقصة بالاشرفيه ما بيمرق ترين؟ شو قصدك؟ انا مسافر وكنت جاي جديد على البلد. اه وين كنت؟ بالسويد. بالسويد؟ نعم. ايه اهلا اهلا وسهلا فيكي حضرتك. مش هون. اي ساعة بيقطع؟ اي ساعة بيقطع الترين؟ انا بشتغل هون مشغل خياطة. حق المصاري هو حبيبي. لك طيب انا بس بعد ما دفع. انا بقبض وبس اقبض دغري، ما تعطي لي هم يعني. تقبض شو يا حبيبي؟ شو؟ شو تقبض؟ بس اقبض مصاري دغري بدي ادفع، انا ما باكل حق حدا. تعال لك تعال. شو؟ حتى هون. شو؟ حق الفنجان وين؟ عم بقول لك شو؟ شو شو؟ انا عم بشتغل معمل خياطة هون حبيبتي. ايه ناطر بس الترين طيب. لحظة لحظة، وين في هون معمل خياطة؟ عند هون جوزيف انيس. مين هذا؟ جوزيف انيس مصمم ازياء. ما عندي مشكلة. انا كل يوم رح اجي انطر الترين هون. ايه. وبتشوفيني يعني ما باكل حق يعني. تعال لك تعال. شو؟ حطنا شن؟ حطيني حقهم. قلت لك بس بس من مين؟ من الشغل. انا كل شو دخل من وين بعرفك؟ ما انا كل ما اقول لهم راح اجي انطر الترين هون. لك شو انت مجذوب انت ولا ضيع حكينا عمل معروف؟ خلص هلا انا بحاسبك فيهم على ورق. شو؟ كين هذا النوع؟ خلص شو زعجك؟ ما بفهم. ما بتحملينا اليوم قد ايه بالشهر؟ حبيبي انا من وين بعرفك لاحملك وتحملني؟ حط لهم الاغراض. قد ايه اليوم بالشهر؟ ايوه قد ايه اليوم بالشهر؟ ايوه لمين عم تعمل هيك؟ لا الشاب واقف. ايه شو؟ شو؟ خلص ما باكل حق. تعال 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 تعال. اي ساعة بيقطع؟ طيب لي اي ساعة بيقطع الترين؟ تعال هون لك ما تخليني هيدا، حط الاغراض هون. طب حط الاغراض هون. لي اي ساعة بيقطع الترين؟ حط الاغراض هون. حط الاغراض هون. حط الاغراض هون. حط الاغراض هون. خلص رح اعطيك اياهم. خلص اعطيني حقهم هلا. ما هلا ما بتقبض. قلت لك عم بشتغل بمشغل تقبض. اعطيني حقهم هلا. لك بلشت عصي. لك مين بدي عصي؟ تعال هون. شو؟ تعال هون. اعطيني حقهم هلا. اعطيني حقهم هلا. قلت لك بقبض وبعطيك حقهم. اي ساعه بينبس؟ حبيبي مع مين تحكي هيدا؟ مع مين الحكي؟ اي ساعه بيقطع الترين؟ بس قولي لي. مش عم بيقطع الترين؟ انت مجذوب ولا مجذوب؟ لا قولي لي شو؟ عم تسطر علي؟ اي ساعه بيمرق الترين؟ بس قال اذا تصير انطر كل يوم هون. يا الله يا الله. بعدنا بلا اكل من امبارح يا مخلوق. شو بك؟ هيك طب قولي لي شو القصة؟ شو بكي؟ قولي لي شو في؟ لا 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 لا. حط الاغراض هون. طب حط الاغراض هون. حط الاغراض هون عم بقلك. طيب حط الاغراض. حط الاغراض ما في اكل. باكل قد شو حطها؟ حطها هون. اوكي حطها هون. يلا انا معك. يلا. اي ساعة بيمرق؟ يا احلى مشبك هون. ما تقلي روح من هون احلى مشبك هون. اي ساعة بيقطع الترين؟ بس قولي لي. عم بقلك روح من هون احلى مشبك هون. اي ساعة؟ انت قولي لي اي ساعة بيقطع الترين وانا شو بك؟ انا بعت لي اياها من عبكره الصبح. شو بك قولي لي؟ زيح منو؟ زيح زيح يلا زيح على معك. يلا على معك. حطن هون حطن هون حطن هون. طب بدي كيف اعمل؟ والله ما تعمل شيء على معك. بس اي ساعة بيمرق الترين؟ على معك الترين. اي ساعة بيمرق الترين؟ لا 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 عم بمزح معك انا. شو عم تمزح معك؟ عم بمزح معك. نحن عم نصور كاميرا خفيه على الاكتفي. اي كاميرا خفيه؟ على الاكتفي. اي كاميرا خفيه؟ احلى كاميرا هونيك. وهيدا حقك وحبة مسك. بس قولي لها باي للكاميرا. اعملي لها هيك باي للكاميرا؟ انا خربت ذوقك باي للكاميرا؟